أهلا بيكم، أنا محمد شطة وأنت دلوقتي بتسمعوا وبتشوفوا نعكشها بودكاست. الحلقة دي بعنوان الصراعات. أوقات بيجي كده عليك وقت وتقول هو أنا كبرت ولا إيه؟ أنا ما عادش مستحمل الضغوطات وبشوف الناس اللي حواليا قادرة إن هي تخش في حروب وتعافر وتضرب وتتضرب وتخش في كمية صراعات رهيبة، ولا يعني مش قادر أعمل ده. هو في إيه اللي حصل؟ هل أنا ما زهقت؟ إيه اللي جرالي؟ خلينا لازم دايما نكون عارفين إن في ناس الكونفورت زون بتاعتهم أو النقطة الراحة بتاعتهم وهم في صراعات. هو نازل السيستم بتاعه كده، هو قادر ان هو يحارب في 900 اتجاه، ولو جيت تبص في حياته ما تلاقيش ان هو يقدر ان هو يعيش من غير صراعات. لازم يعمل منكش هنا ويشكل هنا ويصير الجدل هنا، عايش عشان خاطر يصير الجدل، وده الطبيعي بتاع حياته ان هو بيكون قادر ان هو يعمل ده. وبالعكس لو هو ملقاش ده في حياته بيدور عليه عشان خاطر يعمله، في حين ان انت مختلف عنه. انت المنطقة الراحة بتاعتك او الكونفورت زون بتاعتك، وهي بتكون او انت بتكون في هدوء مش داخل في صراعات. اخرك لما تخش في صراع واحد وتكون مركز معاه ولا تبحث عن الصراعات، لكن هو بيكون بيدور على الصراعات لان هو ده او هي دي المنطقة اللي هو بيجيد فيها او بيحس دايما ان هو بينتصر فيها. على فكرة حتى لو ما انتصرش لكنه بيحرق طاقة، بيكون مبسوط وهو بيحرق طاقة في الاتجاه ده. دي نقطة. النقطة التانية هو ان ممكن تكون انت اسم كنت من النوع ده لكنك دلوقتي اتغيرت، فبتقعد تقول ايه ده وانا كبرت ولا ايه. اوقات كتير انت بتكون مش كبرت ولكن بتكون خبراتك غيرت كتير من تفكيرك ومن قدرتك على تحمل الصراعات، فبتكون اكتشفت مع الزمن بسبب الخبرات انك والله انا مش معنتش هحرق طاقة في حاجات كتير جدا. فانت بينك وبين نفسك بتحس ان انت اتغيرت فعلا، لكن مش فكرة انك كبرت او لا، هي فكرة انك بقيت قادر على اختيار الصراعات اللي انت هتمشي فيها. ده رقم واحد. رقم اتنين، بقيت عارف ايه هي مقدرتك او هي قدراتك في دخول اي صراع، لانك اوريدي دخلت صراعات كتير قبل كده وخسرتها وكسبت فيها وخسرت فيها، فبقيت عارف انك انت والله الصراع ده هخسر فيه بلاش ادخله، الصراع ده هكسب فيه ولكني هستنزف فيه طاقة أكبر من اللازم بلاش أدخله، الصراع ده هيشغلني عن حاجات تانية أهم، اتعلمت مع الخبرة إن هي أهم يبقى بلاش أدخله. هتلاقيك أنت بقى بينك وبين نفسك بقيت بتفلتر الصراعات دي وبتاخد منها واحد أو اتنين كل فين وفين، لكنك ما عدتش بتقول إيه بتسمي وتشمر وتخش، لا الأمر خلاص انتهى خلص، انت نفسك اتغيرت. وبالتالي هي ما بتبقاش فكرة انك كبرت على قد ما يكون فكرة انك نضجت، فبقيت قادر انك تختار الصراع اللي تدخل فيه على الصراع اللي انت تحبذ انك ما تدخلش فيه. هو ده كان انا كنت عاوز اقوله. خدوا بالكم من نفسكم. شكرا لكم. سلام.